السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء وارد. لو انتي ضيفة جديدة لأول مرة، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكل جديد أول بأول. بقدم لكم كل مرة فيديو جديد في فن سانت انجل. مع قراءة كتاب المفاتيح العشرة للنجاح تنمية بشرية للدكتور إبراهيم الفقي، هنرسم مع بعض ونكمل قراءة الكتاب. كنا وصلنا في الكتاب لحد تكملة خطة الوصول إلى درجة الالتزام القوي. رقم 6، الزم نفسك بمساعدة الغير. مد يد المساعدة دائما، قم بالتصدق على الفقراء، قم بإعطاء ما يفيد عن حاجتك إلى الأشخاص المحتاجين لها فعلا. ألزم نفسك بعبادة الله وقم بتأدية صلواتك واطلب من الله المساعدة، وستكون من أسعد ما يمكن. وتذكر دائما، عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح الثامن، المرونة، قوة الليونة. الحكمة هي التجربة مضافا إليها التأمل. كان هناك ذبابة تحاول الخروج من نافذة مغلقة، وظلت تحوم وتدور من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل، إلى أن نفذت كل طاقتها وماتت. وكان بالقرب منها باب مفتوح، ولكنها لم تحاول أن تبحث عن طريقة أخرى للخروج غير النافذة، وأصرت على طريقة واحدة مرة وراء الأخرى إلى أن ماتت. وكان في استطاعتها أن تخرج من هذا المأزق لو أنها فقط حاولت. وهناك بحث تم إجراؤه على الفئران لمعرفة قدرتهم على التصرف، فوضعوا فأرا في متاهة في آخرها قطعة من الجبن، وبدأ الفأر يبحث ويبحث، وفي كل مرة يجرب طريقا مختلفا إلى أن وصل أخيرا لقطعة الجبن وأكله. واستمرت التجربة غير القائمون عليها. المكان، غيروا المكان الذي وضعت قطعة الجبن، وأعادوا الفأر مرة أخرى للمتاهة من مكان بداية مختلفة. وطبعا جرى الفأر المكان السابق الذي وجد فيه قطعة الجبن في المرة الأولى، ولكنه لم يجد شيئا، وظل يبحث عنها في كل مكان مجربا طرقا أخرى للوصول إليها، إلى أن حصل عليها في النهاية بسبب المرونة التي يمتاز بها. هل هناك اختلاف بين سلوك الذبابة وسلوك الفأر؟ طبعا هناك اختلاف. الذبابة كانت تصر على الخروج من النافذة، لكن لم تكن لديها المرونة الكافية لتبحث عن مخرج آخر. والفأر كان أيضا مصرا على إيجاد قطعة الجبن، ولكنه كان في غاية المرونة، حيث أنه في كل مرة واجه فيها أي عقبة أو فشل كان يقف لعدة ثواني ويغير خطته ويتصرف بسرعة، وبالتالي نال مكافأته، حصل على قطعة الجبن في النهاية. من الممكن أن تكون متحمسا جدا وتكون طاقتك كبيرة للغاية ولديك مهارات عديدة، وتتصرف عقليا وجسديا طبقا لكل ذلك، ويكون عندك الإصرار التام. ولكن إذا لم تكن لديك مرونة واستعداد لتغيير خطتك في كل مرة تواجه فيها التحديات والمصاعب، فمن الممكن أن تفشل كما حدث بالضبط للذبابة. في كتاب عظمة الذات قال تشارلز: تكرار نفس المحاولات التي لا تؤدي إلى النجاح لن يغير من النتيجة مهما تعددت هذه المحاولات. أي أنه من الممكن أن تفشل الأعمال، وتتوتر وتنتهي العلاقات، وتعلن الشركات إفلاسها، ويفقد الناس السيطرة على أحاسيسهم لأنهم يحاولون تكرار الأشياء التي لم تنفع من قبل. وبعض الناس يخرجون من علاقات سيئة فقط ليقعوا في علاقة سيئة أخرى مثلها بالضبط، أو أن يترك أحد الأشخاص إحدى الوظائف غير المغرية ليلتحق بأخرى لا تختلف عنها كثيراً. فالمرونة هي واحدة من المفاتيح الأساسية للنجاح. ويرجع سر نجاح اليابانيين إلى قدرتهم على التلاؤم السريع مع الغير، ودائما يحسنون من إنجازاتهم. فاليابانيون عندهم إيمان شديد بثلاث كلمات، ويعيشون بها ويطبقونها في حياتهم اليومية. طبعا أنا معرفش ياباني، بس هحاول أقرأها. الكلمة الأولى هي كونييشوا، ومعناها أهلا، وبها يحيون بعضهم البعض، وبها أيضا يحيون أي شخص غريب يقابلوه، ويضيفون إلى ذلك الابتسامة الدائمة. الكلمة الثانية هي أريجاتو،
ومعناها شكرا، ولذلك لأنهم يقدرون الآخرين ويشكرونهم. الكلمة الثالثة كيزين، معناها التحسين المستمر، ذلك لأنهم يحسنون من كل شيء، يقومون بعمله ويعملوا أحسن من أي شخص آخر. فالمرونة والتأقلم يقربانك أكثر من تحقيق أهدافك. فقائد الطائرة يكون دائما مستعدا لتعديل مساره طوال الرحلة إلى أن يصل إلى غايته في النهاية. وقد قال دينيس في كتابه متعة العمل أن العلماء لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للديناصور، ولكنهم متفقون على أنه لم يستطع التأقلم مع تغيرات البيئة من حوله، بعكس ما يقولون عن وحيد القرن الخرتيت، مع أنه موجود معنا منذ حوالي 7 ملايين سنة، وذلك بسبب قدرته الممتازة على التأقلم والتعامل مع الغير. هناك افتراض في البرمجة اللغوية العصبية يقول أن المرونة هي التحكم، فالشخص الأكثر مرونة في أسلوبه يكون تحكمه في الأشياء أكبر. وفي كتاب 10 مفاتيح للقوة الشخصية أن 80% مما نفعله سيتغير في مدة 5 سنوات من اليوم. وقال أيضا يأتي للشخص في المتوسط 4 فرص سنويا على الأقل، فإذا كان ذو مرونة كافية وينتهز هذه الفرص سيكون من الأثرياء. وكما ذكرنا عن توماس فإنه قد فشل في 9999 مرة قبل اكتشافه للمصباح الكهربائي، وكان في كل مرة يجرب طريقة جديدة إلى أن وصل لهدفه. والشيء نفسه حدث مع والت ديزني وكولونيل وكل العظماء. هناك قصة عن المرونة تحكى عن أحد صيادي السمك الذي كان يصطاد، وكلما خرجت له سمكة صغيرة احتفظ بها، وفي كل مرة خرجت سمكة كبيرة ألقى بها في البحر مرة أخرى. فاقترب منه أحد الأشخاص وسأله، وقد غلب عليه الفضول وحب الاستطلاع، هل يمكن أن تشرح لي السر في أنك تلقي بالسمكة الكبيرة مرة أخرى في البحر وتحتفظ فقط بالسمك الصغير؟ فرد عليه الصياد قائلا، أنا حزين جدا على هذا الفعل، ولكني مضطر إلى ذلك، ولا توجد أمامي أي طريقة أخرى، حيث أن القدر الذي أطهي فيه سمك صغير جدا، ولا أستطيع طهي السمك الكبير فيه، لذلك ألقي به إلى الماء مرة أخرى. ولو كان لدى هذا الصياد مرونة كافية لقام بمراجعة إمكانياته وقدراته، ولاستطاع أن يجد حلا لتلك المشكلة. ولما خسر كل هذا السمك الكبير؟ أنت أيضا تحتاج لأن تكون مرنا ومستعدا لأقلامة نفسك وتغيير خطتك، لأنك سوف تواجه تحديات كبيرة في الحياة. إذا من الممكن مثلا أن تفقد عملك أو أن تنفصل عن شريك حياتك وتنتهك العلاقات بينكما، فعليك بتحسين نفسك بالمرونة اللازمة لإجراء كل التغيرات اللازمة حتى تقف على قدميك مرة أخرى وتسير في الطريق السليم. دعني أسألك هذا السؤال، لو أنك قررت قضاء يوم على شاطئ البحر وقمت بترتيب وتجهيز كل شيء وأخذت تحلم بقضاء وقت جميل، ماذا ستفعل لو أن الأمطار بدأت بالهطول؟ هل ستقضي اليوم في المنزل وصدرك ممتلئ بالضيق وأنت تشكو من رداءة الجو، أم ستأخذ أفراد العائلة قضاء اليوم في مكان آخر، أم تقوم بدعوة بعض الأصدقاء لزيارتك في هذا اليوم؟ وبالمثل إذا كان الطريق الذي تعودت أن تسلكه دائما في الصباح وأنت ذاهب للعمل مغلقا للإصلاح، فماذا ستفعل؟ هل ستعود إدراكك إلى المنزل أم أنك ستبحث عن طريق آخر؟ لو أنك أردت الاستماع إلى الراديو ولكنك وجدت أن مؤشر المحطات قد وضع فعل محطة لا ترى في سماعها، فهل ستتوقف عن الاستماع إلى الراديو في ذلك الوقت أم أنك ستظل تبحث عن المحطة التي تستمتع بها؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، في رعاية الله، مع السلامة. Thank you.